Brahim, puoi dire tranquillamente Kvaraduna, puoi dire così perché a Napoli siamo tutti نستطيع القول بأنه كفارادونا في نابولي يعني أصبح محبوبا جدا و يعني جماهير نابولي مجنونة بما يقدمه كفاراتسخيليا منذ انضمامه لنابولي. حقيقة ضربة قوية لنابولي في فترة التحويلات الصيفية. يقول فرانشيسكو مولارو: صحيح كفاراتسخيليا يأكل الأخضر واليابس، قدم مباريات كبيرة، سجل أهدافا، تمريرات حاسمة، سرعة كبيرة، مراوغات. يعني منذ بداية الدوري الإيطالي ذكر الجميع بما قدمه يعني دييغو أرماندو مارادونا، ولو قليلا من سحر هذا اللاعب الكبير الأرجنتيني الذي قدم مساويات كبيرة في الدوري الأرجنتيني.